السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي الخاصة بالسفر والتجوال وتصوير المشاريع بمدن المغرب. اليوم الآن كنتواجد بشارع محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط لأنقل لكم آخر مستجدات محطة القطار الرباط المدينة كيف ما ستشوفوا معنا الآن. وقبل أن أبدأ هذا التعليق حول هذا الفيديو، أريد أن أشكر جميع المتتبعين الكرام الأفاضل سواء من داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، الناس اللي كتشجعنا وكتدعمنا وكتحفزنا باش نزيدو نستمروا في تصوير عدة مشاريع بالمملكة. كنشكركم بزاف وتحية خاصة لكم. والآن نبدأ بالتعليق حول هذا الفيديو. كيف ما تشوفوا معنا، حنا كنصور لكم الآن من شارع محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط. هذه هي محطة القطار رباط المدينة، واللي عرفت تعرف توسيع ديال هذا المشروع. هذه البنايه، هذه البيضاء، هذه هي المحطه القديمه اللي كانت، ولكن دابا الان يتم توسيع ديال هذه المحطه، هذه محطه القطار رباط المدينه. انا مازال كنتواجد على شارع محمد الخامس، هذه الجهه ديال الشارع من جهه الجهه الاخرى كما تشوفوا معنا. هنا في هذه البلاصه هذه راه هنا كيدوز الترام، هذه هي المحطه ديال الترام فين تيوقف محطه رباط المدينه. الناس اللي مسافره وباغا تجي على حساب الترام راه هنا المحطه ديالو تما فين تيوقف، باش الناس اللي متجهه عبر المحطه. المهم حنا كنتواجدوا دابا الان من شارع محمد الخامس، ننقل لكم اخر المستجدات. هذا هو شارع محمد الخامس المعروف في مدينه الرباط. علاش معروف؟ حيت كيتواجد فيه عده مؤسسات مهمه كما تشوفوا معنا الان. باقي حنا كنصور لكم من الموقع. هذا قلنا هو شارع محمد الخامس، راه كاين واحد هبطتي واحد شويه، واحد 100 متر ما كاملاش، كاين البرلمان المغربي على اليسار ديال الشارع كيف ما تشوفوا معنا. هنا تنحاول نصور لكم من الموقع، كنصور لكم من الموقع دابا، وغنحاولوا نشدوا واحد المكان اخر. هذه هي قلنا بان المحطه القديمه ديال محطه الرباط المدينه، هذه هي المحطه القديمه، والان دابا الان كيجري التوسعه ديالها، اللي في الصراحه في الاخير ديالها غيكون واحد الشكل زعما اللي زويون بزاف، غيزيد من واحد الجاذبيه للمدينه ديال الرباط. قلنا بان المحطه كتواجد على شارعين، شارع محمد الخامس ثم الشارع من الجهه الغربيه ديال المحطه وهو شارع بن تومرت. هنا غادي نحاولوا الاخوان دابا نتمشاو باش نقربوا لكم الصوره شي شويه ديال المحطه. هنا شارع محمد الخامس من الجهه الاخرى كما تشوفوا معنا، هذا هو مسجد السنه، راه معروف في مدينه الرباط، ما كاينش اللي ما كيعرفش هذا المسجد. هنا كنشوفوا لتحت ديال الشارع محمد الخامس، هذا الشارع محمد الخامس اللي كيتوفر على مؤسسات مهمه وبعضها خلاها الاستعمار الفرنسي. هنا الاخوان دابا هذا واحد المدخل اخر ديال محطه الرباط المدينه، المدخل اخر كما تشوفوا معنا هنايا. هنا حنا تقريبا دابا وصلنا لشارع مولاي يوسف، هذا هو شارع مولاي يوسف، وكنحاول نصور لكم المحطه ديال الرباط القطار رباط المدينه من جهه اخرى. هنا الشكل ديالها من هذا الشارع، هذا هو شارع مولاي يوسف الاخوان. الى هبطتي مع حتى لتحت مشيتي حتى للراس ديالو تما كاين، تما كاين شارع مولاي يوسف، ومن تما قريب لباب الروح كيف ما تشوفوا معنا. هنا الشركه المكلفه بهذا المشروع وهي جيت كونتراكتورز، راه معروفه، وهي اللي شاده مشروع اخر ديال باب شاله اللي كنت ديجا صورت لكم، وهي اللي شاده حتى المسرح، المسرح الكبير بالعاصمه الرباط اللي غادي نخصص ليه فيديو خاص هو ان شاء الله باش تعرفوا عليه اكثر. كيف ما تشوفوا معنا حنا الان كنتواجدوا على شارع مولاي يوسف، نواصل التصوير تشوفوا الشكل النهائي. باقي واحد الشارع من هاد البلاصه هادي امام هاد البلاصه، واحد الشارع اخر اللي كيدوز منه الترام، وغادي نتعرفوا عليه اكثر حتى هو باش نصور لكم الاتجاه الاخر باش تعرفوا اكثر على هاد المحطه. نحن نواصل لحظه بلحظه. كيف ما تشوفوا معنا هذا الشارع مولاي يوسف، كنصور لكم الان دابا شنو داك البلاصه، كاين شارع محمد الخامس. ها نحن نواصل هاد البلاصه هادي، فيها راه فيها اللي هنا كنصور لكم هنايا دابا، راه فيها باركين ديال السيارات كيف ما تشوفوا معنا هنايا.
وغادي نحاول نعطي لكم بعض المعلومات حول هذه المحطة. المحطة هذه ديال رباط المدينة، محطة القطار رباط المدينة. هنعطيكم بعض المعلومات المتوفرة إن شاء الله. قلنا بأن البداية ديال هاد الأشغال انطلقت في 7 مارس 2016. المهندس المكلف بهذا المشروع وهو المهندس المعماري المبدع عبد الواحد منتصر. بالنسبة للميزانية ديال المشروع المخصصة فهي 450 مليون ديال الدرهم. هذا المشروع على اللي كتشوفوه غادي يكون عنده ثلاثة ديال الطوابق. الهدف ديال هذا المشروع هذا هو الرفع من عدد المسافرين إلى 20 مليون مسافر سنويا، عوض 8 مليون مسافر حاليا. غادي يتوفر هذا المشروع على فضاء خاص بالإدارة داخل المحطة وفضاء خاص بالمسافرين، بالإضافة إلى محلات تجارية. غادي يتوفر على محلات تجارية. هاد المحطة غادي توفر على مدخلين من الجهة الغربية عبر شارع ابن تومرت والموحدين، ومدخل رئيسي من المحطة التاريخية وساحة مولاي يوسف. كما تشوفوا معنا تنحاول هنا نقرب لكم الصورة باش تكتشفوا الداخل ديال المحطة من شارع، بينما نصور من شارع مولاي يوسف. كيف ما تشوفوا معنا هنا الآن، هنا غادي نحاول ندخلوا من جهة ديال الطرام باش نحاول نصور لكم هذه الجهة الغربية ديال هذا المكان، هذا ديال هذه المحطة. لحظة بلحظة نحن نواصل التعريف بهذه المحطة وكذا تقديم أهم المعلومات حسب المعلومات المتوفرة. بالنسبة للمعلومات اللي ما ضفتش في هذا الفيديو هذا، فبالنسبة اللي عنده شي معلومة إضافية حول هذا المشروع ما تمش الذكر ديالها في هذا الفيديو، فيخليها لينا في تعليق في كومنتير باش يطلعوا عليها المشاهدين الآخرين المتتبعين للقناة. وكنشكركم بزاف. المهم احنا مازال كنتواجدوا، حنا دابا اقتربنا من شارع ابن تومرت، هو اللي كاين في هذه البلاصه هذه القدام ديالو. غادي نخرجوا في واحد الشارع رئيسي ديال تقولي شارع ابن تومرت. المهم دابا تنحاول هنا نصور لكم هذه الجهه هذه ديال المحطه باش تعرفوا على الاشغال فين وصلت فيها الجهه الخارجيه. هذه هي المحطه ديال الطريق ديال الترام المتجه لمدينة العرفان، راه كيدوز في هاد البلاصة هادي وكيطلع على شارع ابن تومرت. ها انتم معانا تنتعرفوا على هاد المكان لحظة بلحظة. زعما الصراحة هاد البناء ديال هاد المحطات، سواء هادي اللي تبنات هنايا او تبنات في محطة القنيطرة، المحطة ديال القطار ديال القنيطرة او محطة الرباط اكدال، صراحة عندهم واحد الشكل زويون بزاف اللي عاطي واحد الشكل صراحة ضخم، بنايات ضخمة وكتعطي واحد المنظر لمدينة سواء لهذه المدن. وحسب المعلومات فإن يعتبرون جميعهم هذه المحطات من الجيل الجديد وبمواصفات عالمية حسب المعلومات المتوفرة. ها نحن الآن نقترب من الشارع الرئيسي شارع ابن تومرت. هنا سنحاول نوريكم هذا الاتجاه الآخر. حسب البرنامج فغادي يكون شارع، غادي يكون مدخل آخر على الشارع ابن تومرت كيف ما ذكرنا في المعلومات من قبل. ها انتم كتشوفوا معنا من الآن هنا الجهة الوراء ديال المحطة كيف ما تشوفوا معنا هنايا. فالهدف ديال هاد المحطتين رباط المدينة ورباط أكدال، الهدف ديال الوصول إلى 50 مليون مسافر سنويا، أي 20 مليون لمدينة الرباط القطار رباط المدينة، و 30 مليون سنويا، هادشي كامل هندوي عليه سنويا، بالنسبة 30 مليون مسافر لمدينة الرباط أكدال. حنا دابا كنتواجدو على مستوى الشارع بنو تومرت، هانتوما الآن تشوفو الأشغال هنايا. بالنسبة لهذا الشارع هذا على اليمين ديالو كانت عدة أشغال، في الجانب الأيمن ديالو كامل تقريبا كانت فيه الأشغال. هنا دابا كنحاول نصور لكم الشكل ديال المحطة من الجهة ديال الوراء،
كيف ما تتشوفوا معنا هنايا. المحطة هنا كنصور عليكم من شارع ابن تومرت، هذا الشارع المعروف في مدينة الرباط أيضا كيف ما تتشوفوا معنا. ها انتم كتشوفوا معنا لحظة بلحظة. وفي الأخير ما تنسوش تديروا لنا جيم وتخليوا لنا أي ملاحظة، والناس اللي كتشاهد أول مرة الفيديو ديالنا ما تنسوش دير لنا اشتراك وتشجعنا باش ننشر فيديوهات أخرى حول مدينة الرباط ومدن أخرى إن شاء الله.